أينشتاين هذا العالم الذي جاء بنظرية النسبية وأحدث ثورة في علم الفيزياء، ويعد بمقياس روائز الذكاء من أذكى البشر، حتى هناك دراسة لدماغه. هذا العالم يرى أن كل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءا، كل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءا بنفس سرعته. لو تصورنا شيء مشي 300 ألف كيلومتر بالثانية، يعني نفس سرعة الضوء، صار ضوء. وأنك إذا سبقت الضوء تراجع الزمن. لو تمكنت أن أركب مركبة سرعتها أكبر من الضوء، رأيت غزوة أحد كما أراها الآن، كما راها أصحابها. لو تمكننا أن نسبق الضوء لرأينا ما كان في التاريخ رأي العين، أن الذي حصل موجات ضوئية تنطلق من الفضاء الخارجي. هذه الجلسة فيها موجات ضوئية تنطلق منها إلى الفضاء الخارجي، لو تمكن واحد من الناس أن يمشي معها لرأى هذا اللقاء إلى أبد الآبدين. لو سبق هذه الموجات لرأى من كان قبل. نظرية نسبية، هي نسبية، نظرية هائلة جدا. على كل الآن الله عز وجل، أيعقل في بضع كلمات من كتاب الله أدرجت هذه النظرية موجودة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. العرب تعد السنة القمرية، القمر الذين نزل القرآن بلسانهم. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. الآن لو أردنا أن نحسب كم يقطع حول الأرض، قضية سهلة يمكن طلابنا يقنون ذلك. القمر يدور حول الأرض دورة، مسار لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر، مركز الأرض ومركز القمر، بين هاتين النقطتين خط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. الأرض والقمر يدور حولها، مركز القمر ومركز الأرض، وصلنا بينهما بخط. هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. كيف نعرف طول هذا الخط؟ نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما. تمام. ضرب 2 قطر ضرب 3.14 البي المحيط، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 سنة. يعني أبناؤنا الصغار مع آلة حاسبة بدقائق يحسبون كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. نصف القطر ضرب 2 قطر ضرب 3.14 بي ضرب 12 سنة ضرب 1000 سنة. الآن لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم، 60 × 60/24، المفاجأة الصاعقة سرعة الضوء. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أينشتاين بماذا جاء؟ كشف السرعة المطلقة في الكون، هي سرعة الضوء. أينشتاين كشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. هذا كشف عظيم، لكن الرقم أدق من ذلك، 299,752. هذه سرعة الضوء الدقيقة، وقد أودعت في جامعة السوربون في باريس. هذه السرعة لو قسمت ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على ثواني اليوم لكان الجواب 299,752، السرعة الدقيقة للضوء. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. ما يقطعه القمر في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. سبحان الله، هذه الإشارات رائعة جدا في مجال الآفاق، وكلامه فيها لا ينتهي. هذه عينة،
على ضوء ما يسمح به الوقت، ماذا عن الآيات في الأنفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ينزل مع الجنين قرص لحمي اسمه المشيمة، في آيات قد لا تصدق. في هذا القرص اللحمي يجتمع دم الجنين مع دم أمه، ودم الجنين من زمرة ودم الأم من زمرة ولا يختلطان. لو اختلطا لماتت الأم وجنينها في ثانية واحدة بمرض انحلال الدم. والآن إذا أعطينا إنسان دم من زمرة أخرى يموت فورا بانحلال الدم. يجتمع في هذا القرص دم الجنين مع دم الأم ولا يختلطان. كيف؟ قال بينهما غشاء، سماه العلماء الغشاء العاقل، لأن هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ يأخذ من دم الأم الأكسجين يضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز التنفس. يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز الهضم. يأخذ من دم الأم الأنسولين يضعه في دم الجنين، صار بدم الجنين سكر أكسجين أنسولين. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين بالسكر الطاقة، فالجنين حرارته 37. من أين جاءت هذه الحرارة؟ من هذا الاحتراق. في فضلات ثاني أكسيد الكربون، غشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من زفير الأم زفير جنينها. الآن الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم، جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها، محصن منها لا يصاب بها، لأن الغشاء العاقل نقل عوامل المناعة من دم الأم وضعها في دم الجنين، فكل أمراض أمه السابقة محصن منها. الآن الغشاء العاقل بإمكانه أن يعرف ما يحتاج الجنين من مواد غذائية، أن يعرف هذا فوق طاقة أطباء، كم يحتاج إلى سكر، إلى دسم، إلى بروتين، إلى شحوم ثلاثية، إلى فيتامينات، إلى معادن، إلى أشباه معادن، في 10,000 بند بالأغذية. هذا الغشاء العاقل يعرف ما يحتاجه الجنين، وتتبدل هذه النسب كل ساعة، كلما نمى الجنين احتاج إلى كمية أكبر. يفعل هذا الغشاء شيء يفوق حد الخيال، يعرف وينفذ. يأخذ من دم الأم كل حاجات الجنين يضعها في دم الأم في دم الجنين. الآن يتم الهضم، الهضم هو الاستقلاب، استقلاب تحول الغذاء إلى نسج. يتم الاستقلاب في عندنا فضلات حمض البول، يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم، جزء من بولها بول ابنها. شيء رائع جدا. الآن قد يكون تكون أم فقيرة ولم تأكل غذاء مناسبا للجنين، الآن الغشاء العاقل يجعل الأم تشتهي في أثناء الحمل طعاما يحتاجه جنينها، شهوتها تعبير عن حاجة الجنين. هذا الغشاء العاقل لو ترك أمره لأكبر علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. يد من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ صنع من؟